ضمن برنامج مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته 31 استضافت الصالة الثقافية سهرة غنائية من التراث المغربي الأصيل قدمتها فرقة جوق الرباط لطرب الآلة بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية الشقيقة. نعم هذا، وقد استمع الحضور خلال الحفل إلى مقاطع عكست عراقة الفنون السمعية في المغرب وإبداعات قامات موسيقية مهمة. تأسس جوق الرباط لطرب الآلة عام 1987 على يد الفنان محمد أمين الدبي، ومنذ ذلك الوقت قدمت الفرقة حفلات داخل وخارج المغرب وعملت على تسجيلات برفقة فنانين من أمثال أحمد بيرو وعبد اللطيف بن منصور وغيرهم. وخلال حفلهم في الصالة الثقافية أطربت فرقة جوق الرباط مسامع الحضور في أمسية حصدت إشادات واسعة. هذا ويستضيف مهرجان البحرين الدولي للموسيقى يوم الثلاثاء حفلا موسيقيا بمناسبة ذكرى 40 لرحيل الفنان البحريني محمد زويد بمصاحبة فرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان. كما أن جمهور المهرجان على موعد مع عرض الطبول اليابانية لفرقة التايكو الذي يقام بالتعاون مع سفارة اليابان لدى مملكة البحرين بمناسبة الاحتفاء باليوبيل الذهبي للعلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين الصديقين. وسيواصل مهرجان البحرين الدولي للموسيقى تقديم برامجه للجمهور حتى 7 أكتوبر الجاري مع حفل للفنانة الفلسطينية نويل خرمان التي تقدم حفلها لأول مرة في مملكة البحرين.